التأسيس بنسميه دلوقتي ديفيوز، بنسميه دلوقتي ديفيوز بارينكيمال لانج ديزيز، ده الاسم الجديد. بس احنا هنقول ان هو ايه؟ انترستيشال لانج ديزيز. طب ايه هو، بس يا كابتن عشان بس نخلص ده، ايه هو الانترستيشال تيشو اوف ذا لانج؟ اللي هو التيشو اللي انا بشاور عليه بالاحمر، اللي هو فيه انفلاماتوري سيلز زي ما انتم شايفين، اللي هو ما بين الالفيولاي والبلاد فيسلز. يعني لو ده كابيلاري ودي الفيولس، ما بينهما انترستيشال لانج ديزيز. تمام كده؟ طبعا الموضوع بيبدا بشويه انفلاميشن في الانترستيشال لانج ديزيز، ثم ينتهي بايه؟ بفايبروسس. خلاص كده؟ يعني دي تعتبر حاجه الانفلاماتوري ستيج. دي هي بنسميها IPF. IPF يعني interstitial pulmonary fibrosis. وتعبير IPF هو تعبير شهير، وفي نفس الوقت هو تعبير مؤسف. لما انا اوصل لهذه المرحلة اعرف ان الموضوع صعب قوي. طبعا الحتة دي هي المسؤول عن ايه؟ الديفيوجن. يبقى القصه دي هتعمل لي حاجه اساسيه، ايه هي؟ ديفيوجن ديفكت. الديفيوجن ديفكت بيعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ يعمل هايبوكسيا في الاخر، مش كده؟ هايبوكسيا. اكتر مجموعه من الامراض في التشيست بتعمل هايبوكسيا هما دول. يعني مثلا تبص تلاقي السي او بي دي، تلاحظوا بيعمل هايبوكسيا، ده اشد. مين اللي فيهم معاه كلابين؟ ده السي او بي دي تلاقي كلابين عاده ما تحصلش او فيري رير. طيب هو بقى كاتب شويه حاجات، يعني باثولوجيكال ستيجز. الباثولوجيكال ستيجز دي مجرد فكره كده، خد عنها فكره بس. يعني ايه بيقول ايه في الاول؟ هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه طبعا المجموعه دي اصلا هي امراض انفلاماتوري. يعني في اول سطر في الديفينيشن دي امراض انفلاماتوري. وفي نفس الوقت نون انفكشوس، يعني هي مش انفكشن ولا مالجنت ديزيز، امراض انفلاماتوري. طب هذه الامراض في البدايه اللي هي ايرلي فيز خالص، في الايرلي هيحصل ايه يا دكتور؟ اي طبعا انتوا عارفين كويس قوي ان اي انفلاميشن بيخلي المكان الاول يورم. الورم ده سببه ايه؟ اللي هو نقول اكسوديت بقى مش ترانسوديت، اللي هو الانفلاماتوري ايديما. الكابيلاري بيرميابيلتي بتزيد سنه ثالثه يعني، واخد بالك؟ فطبعا في البدايه الالتهاب يؤثر على الكابيلاريز، وبعدين الكابيلاريز يحصل منها شويه اكسوديت، فيحصل نوع من الانترستيشيال ايديما البسيطه الاول، ثم المرحله بعد كده هتبقى انفلاماتوري سيلز. انفلاماتوري سيلز هنا احنا بنعتبرها ايه؟ انترستيشيال نيمونيا. انترستيشيال نيمونيا. لكن في الاخر ماذا يحدث؟ في الاخر هتلاقي سونر اور ليتر هيخش فيه فايبروزز، اللي هي الانترستيشيال بالمونري فايبروزز، اللي هي الاي بي اف.
الكلام ده هتلاقيه واضح جدا بسهولة شوية في الباثوجينيز. يبقى الباثوجينيز هتجد ان هي مكتوب لك ايه يا دكتور؟ ان كل الكوزز اللي بتعمل الشطر ده، الشطر ده اللي هو ايه بقى؟ السيليكا، الاسبستوس، امراض كولاجين ديزيز بتعمل كده. وفي المرض اللي احنا هندرسه بعد شويه اسمه ساركويدوزيس، وهو ده الموضوع. كويس؟ الامراض دي كلها هتعمل ايه يا دكتور؟ ممكن تعمل تريجر للاميون سيستم، او بتعمل دايركت انسلت على اللنج. النتيجه ايرلي في ايه؟ انفلاميشن. ليت في ايه؟ فايبروسيس. عشان كده هو كاتب لك انه الكوزز التي تؤدي الى انترستيشن لنج ديزيز تؤدي الى انفلاماتوري بروسيس، انفلاماتوري سيلز، وده بيؤدي بالتبعيه لديفيوجن ديفكت. العيان اتلحق وبقى كويس وخد العلاج، يبقى ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. العيان بقى ليت هيوصل للمرحله دي. طب ايه نهايه انترستيشال بالمونري فايبروز؟ ده ماركت ديفيوجن ديفكت، يعني هايبوكسيا. هينتهي بايه في الاخر؟ اما ريسبيراتوري فيلير وكور بالمونري. ايه دي النهايه؟ يبقى لكم ازاي؟ فاحنا الموضوع ده درسناه زمان في الكوميونتي، مش كده؟ بس خدناه بطريقه كده يعني صعبه شويه، فما كناش مش كده؟ سيليكا واسبستوس ومعرفه اوكيوبيشنال لانج ديزيز. تعالى بقى نشوف مين هم الامراض اللي بيعملوا الاعمال السوداء. اول مرض هيبقى مين؟ الاوكيوبيشنال لانج ديزيز. اللي هم مين؟ الاوكيوبيشنال لانج ديزيز. الاوكيوبيشنال لانج ديزيز هم على طول الاوكيوبيشنال لانج ديزيز في اللي هو انهيليشن دست. دست يعني ايه؟ غبار. اي غبار؟ الدست معين في العلم. ان اورجانيك دست، وده بيسموها نيموكونيوزيس. وأورجانيك دست اللي احنا هنسميها ان شاء الله هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس زي ما هندرسها. يبقى اذا كانت دست ان اورجانيك تبقى نيموكونيوزيس، وده زي السيليكوزيس والاسبستوزيس. اما اذا كانت دست بقى اورجانيك، هنشوف لك حالا، هتبقى اسمها هايبر سنسيتيفيتي نيمونايتس. طب هل في اسباب تاني غير موضوع دست؟ اه، كولاجين ديزيز. هندرس بقى اللوبس، روماتويد، انكيوزي، هتلاقي الامراض دي كلها بتعمل انترستيشن لانج ديزيز. طب هل في سبب تالت؟ اه، سبب غير معروف، ساركويدوزيس، وده الموضوع الرئيسي. واخر حاجه بقى دراجز، احنا خدنا دواء اللي هو الانيودارون بيعمل انترستيشن لانج ديزيز، وفي دواء كمان نيتروفيرانتويل. نيتروفيرانتويل ده ايه؟ ده يوريناري انتيسيبتيك. يوريناري انتيسيبتيك تحت بند كينولونز، لو تتذكروا الكينولونز خدناه مره. نيتروفيرانتويل جت سيرته في الهيباتوتوكسيك دراجز، هتلاقي مكتوب نيتروفيرانتويل وسيادتك كاتب ان هو اليورينري انتيسيبتيك بايديك الحلوين. ولا يهمك، مالهاش حاجه. كلينيكال بيكتشر، طبعا بقى بص بقى الجزء اللي انا هقوله ده اهو، ده ايه؟ اكتب عليه ان ده اكلاشيه عام. يعني ايه اكلاشيه عام؟ يعني اي انترستيشن لانج ديزيز تيجي سيرته هتلاقي الزبون عنده الحاجات دي. وات ايفر بقى، هو ساركويد، هو سيليكوزيس،
واسبستوزس لوبس وروماتويد عمل دي نفس الكلام ده ده كلام عمومي. الكلينيكال بيكتشر دايما المريض عنده مانيفستيشن للكوز او هيستوري للاكسبوجر نفسه. والله يا دكتور انا شغال في المكان الفلاني وفي غبار بتاع السيليكا او الاسبستوس مثلا. اتنين، هتلاقي المريض دايما عنده مهامير زائد حرف سي اللي هو قف كح سينوزيس. سينوزيس سببها ايه؟ هايبوكسيا. كوربالمونال ما هو الكوربالمونال سببه الهايبوكسيا، يبقى الهايبوكسيا هي السينوزيس هي الكوربالمونال زائد كريبيتيشن كلابين. بتلاقي المريض كده انا دكتور بنهج وعندي كوف وعندي كلابين وعندي كريبيتيشن وعندي هذه الكريبيتيشن ليها كاركتر. ان هي ايه الكريبيتيشن هنا يا اولاد؟ فاين كريبيتيشن. هتقول ولا لا؟ فاين كريبيتيشن. ولها صفه ليزري كاركتر مكتوب عندك. يعني ايه الكلمه دي؟ واحد ترى يقول لك ها بتعمل ايه بقى الانترستيشال لانج ديز؟ تقول له بتعمل فاين كريبيتيشن. تقدر تقول لي ايه الكاركتر بتاعت الفاين دي؟ وعايز اسمع منك كلمه ليزري كاركتر. يعني ايه ليزري؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ها قول يا استاذ اللي هو صوت الجلد الجديد. يعني مثلا واحد لابس جزمه جديده شنطه جديده تلاقي الجلد كده بيبقى جديد كده sometimes تيجي تدوس عليه، او واحد يلبس كده جزمه تلاقي فيه طقطقه كده معينه وفي نفس الوقت بتبقى يعني قولوا لي كده هي الجزمه وانت لابسها جديده لان قول لي بس انت احساسك ايه؟ وانت نازل طبعا تبقى مبسوط. لكن احساسك ايه؟ هي بتطقطق ولا بتزيق؟ ولا مند عباده؟ وبصراحه مند عباده. هذه الكاركتر اسمها ليزري كريبيتيشن. بس خلاص يا حاج شايف انت عارف يعني القصه ليزري كريبيتيشن. طبعا ده كلام يعني بتاع الناس اللي هم القدامى، بس برضه يطلع لك واحد قديم كده بكاسكته يروح قاعد قدامك يضيعك. وفي ناس كده. طب نيجي نشوف الناس دول بقى ايه الانفستيجيشن بتاعتهم. هعمل اشعه صدر هلاقي الشكل ده ميديالي شكل، هلاقي شكله ميديالي شكل. وطبعا حتى في عندك كده يعني يمكن أشعة عندك باين كده فيها يعني تلاقيها التشست في نقط ولا مش باينة النقط؟ نقط باينة بس عارف تحس النقط فين؟ بص الصف الثاني ده اللي قاعدين دول كده بص تبص عليها من بعيد شوفها من بعيد يعني ابعد الكتاب شوية. ودايما يقولوا لنا كده على الميديا شادو عشان تحس لان كل ما الكاميرا بتقرب تبص لها تبقى مش شايف. طب ده ميديا شادو. ايه كمان العيانين دول بيبان؟ خلي بالك يا دكتور بنعمل حاجه اسمها ترانس برونكيال لانج بايوبسي. يعني انا بخش يا دكتور اهو انا بخش كده دي البرونكس اهي بخش في البرونكس بالمنظار واجي اروح ايه؟ اروح بطلع النيدل من البرونكس كده بطلع النيدل من البرونكس كده يبقى ده منظار وادي برونكس عامل بانكشر للبرونكس ويطلع ياخد بايوبسي بيقدروا يعرفوا نوعها ايه؟ الانترستيشال لانج ديزيز. طب لو جينا عملنا بلاد جيزز هنلاقي فيه ايه؟ هايبوكسيا. Which lung defect? Diffusion. If
سبيك. بس ايه رايك؟ هو ديفيوجن طبعا صح، بس ليه ترقون؟ ماذا يحدث؟ بالمونري هايبروزس، يبقى في نوع من الريستريكتيف هايبو فنتيليشن ليدز. طيب ازاي هو ديفيوجن ديفكت، بس باي تايم هيضاف اليه الفايبروزس بقى اللي موجوده، عدم قدره اللانج ان هي تكسباند، يبقى ده ريستريكتيف هايبو فنتيليشن. ايضا في برضه حاجه اسمها برونكو البولار لافاج، انا جبت سيرتها مره، اللي هي ازاي؟ اللي هي بنروح داخلين بالمنظار ونرمي كده زي فلويدز ونسحبها خلاص كده عند السمول برونكيولز، يروح واخدها ويفحص ويشوف نوع الانفلاماتوري سيلز. عاده بتلاقي فيه انفلاماتوري سيلز في هذا المكان، بيدل ده برضه سام تايمز على انه ده انترستيشيال لانج ديزيز. يعني هي تحس ان هي العلاج هو علاج السبب، وهتلاقي الكورنر ستون اوف تريتمنت هنا هو الكورتيزون، لان دي امراض انفلاماتوري. بس الكورتيزون يا ريت يبقى ايرلي، يعني يا ريت تعرف السبب وتبعد عنه وتعالجه وتدي الكورتيزون، يبقى العين كده ممكن ايه ننقذه. في بعد الكورتيزون في بقى اوكسجين ثيرابي، في ممكن تدي اذر ايميون سبريسنت. احنا خدنا كده دايما نقول ايه، احنا خدنا دايما نقول لك ايه، لما تدي كورتيزون وما يستجيبش تحط على الكورتيزون حاجات ثانيه زي ازاثيربين، زي سايكلوفوسفامايد، زي هتلاقي الحاجات دي بقى فورماتولوجي هتتجلى، هتلاقي نفسك عرفت بقى الحاجات دي كويس قوي. دي قواعد كده في استخدام الكورتيزون في العديد من الامراض، والقواعد ثابته ان احنا بنبدا فول دوز ستيرويد، العين يتحسن بعد فتره جراديوال وزدروال لو دوز مينتنس، طالما العين ماشي معايا حلو، مش حلو هروح ضايف على الكورتيزون حاجه من الاميون سبريسيف دراجز القويه مع الايه الكورتيزون. على فكره المرض ده ساعات يعني يبقى محتاج برونكو دايليتور، ساعات بيحتاج بعض انهيلرز الى اخره، وفي النهايه المريض يعني في الاخر بيبقى يعني قعيد. يعني لازم المريض ده يتشخص ايرلي. يعني انا اعرف ناس اعرف كذا واحد كان عندهم هذا المرض وقضوا 20 سنه عايش 20 سنه ما بيقومش من السرير، بس كويس ليه اكسجين شغال، اكسجين 24 اور لا ينقطع، وقاعد خلاص هو ادابتد على كده خلاص، وقاعد بقى على السرير ست وبتاع. وتلاقي يعني في ناس يعني ستات بالذات ربوا اولادهم وخلوهم رجاله وهي قاعده على السرير ده، قاعده على السرير كده ما بتتحركش، والزوج متوفي كمان. شوف بقى الدنيا، في ناس بتبقى عندها يعني في ناس فعلا اتولدت فبتتعذب ثم بترحل. طبعا الاطباء هم نمبر 1 طبعا، يولدون فيعذبون ثم يرحلون. انت اتولدت حاليا بتتعذب، اطمئن سترحل، ده شيء مؤكد. فبتزعل ليه؟ ما احنا هنرحل جميعا. دي برضه حاجة مهمة. طب تعالى بقى نشوف بعد الأكلاشي ده أهو، هكلمك كلمة. فأنا حاطط لك مربع واكتب على المربع ده فكرته، إن شاء الله اكتب عليه انظر بقى الروماتيزم اللي أنا قلتها دلوقتي اللي هو إيه؟ لما أجي أقول لك ما هي قاعدة استخدام الكورتيزون؟ أي مرض بقى إحنا عندنا الهيبوثيرومايد والفاسكولايتس والامراض العديده بتدي الكورتيزون ازاي؟ دايما احنا نسمع يقول لك ايه؟ ادي الكورتيزون واحد ملي اللي هو البريدنيزون 1 ملي جرام للكي جي بير دي لحد اقصى كام ملي في اليوم؟ 60 50 60
حد اقصى. في بعض حالات بتحتاج الى 80 طبعا، بس احنا عايزين نقول ايه، خلينا الستاندرد 60. طب وبعدين؟ انا مش بتكلم على السركويد، انا بتكلم عموما. يبقى انا عندي مرض اوتوميون شكل هديله كورتيزون زي لوبس زي هدي فول دوز ستيرويد 1 مللي كي جي بير دي انتل امبروفمنت، امبروفمنت بعد شهر شهرين شهر ونص. يتحسن العيان كلينيكال اكزامينيشن بالانفستيجيشن اتحسن، ايوه جراديوال وزروال لو دوز مينتنس. في عيان بيبقى على كده وفل، في عيان بيبقى محتاج كمان معاه بقى ادويه اخرى زي الازاثيرين زي السايكلوفوسفامايد زي السايكلوسبورين. ولا انا اللي قارن يعني ستيفن في حاجه زعلانين منها والله. ممكن يعني شوف، ما هو في هنا نوع من التجاوزات، يعني في بعض الكتب اختلفت القصه دي. في واحد يقول لك ايه، هو 1 مللي جرام من كي جي، بس فرضنا واحده ست مثلا وزنها 270 كيلو، انت تقول هو في كده في هنا، طبعا انت مش هتصدق في وبيجوا لنا المستشفى. والناس دي اكيد عندهم امراض الدنيا. في واحده ست كانت عندنا في المستشفى من حوالي شهرين، عارف كانت بتنزل من بيتها ازاي يا دكتور وبترجع ازاي تروح، مش هتصدق يا دكتور، مسكينه ست كتير جدا 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 جدا. عارف ازاي يا دكتور؟ المطافي، المطافي هي اللي بتطلعها، او الونش اللي هو بيطلع العفش. عارف كده؟ اسمع بص، لما تسمع حاجه زي كده وانت طبيب ما تضحكش. لا تضحك. لا تضحك. يعني مش نقعد بقى نضحك، ما تضحكش يا دكتور. فاهم؟ احسن تيجي في العيال. تخلي البيت تخرج تفضل ماشي بيها في الشوارع. ست بتطلع من الوش راح من الوش، مش هتسلم. هينزلها ازاي؟ وهتخش العربيه ازاي؟ تخش العربيه. انا بفهم، هو هنا العلم قال لك حط ماكسيموم 80 مللي 60 مللي. في بعض الناس قال لك ممكن الماكسيموم يبقى 80، لكن مش بقى خلاص بقى كل فهم. طب وبعدين؟ خلي بالك ان احنا معانا اذر دراجز اخرى هتتحط مع الكورتيزون وهتفهم المعنى، اسمه ستيرويد سبيرنج دراجز. يعني في ادويه بنديها مع الكورتيزون عشان ما نديش لارج دوز ستيرويد. القواعد الجميله دي في روماتولوجي، اي ثينك اللي حضر يعني راوند روماتولوجي الكلام ده انت سمعته. نيجي بقى جميل نقول ايه؟ سيبريت تايبس اوف انترستيشن لونج. نمبر 1 ميتوكونيوزيس اسبيستوزيس. الاسبيستوز هيجي يقول لك هو الاسبيستوز بيعمل ايه؟ لو ترجع بقى لايام زمان، يعني انا ممكن دلوقتي اكتب لك في الاسبيستوز بلاوي. بص عايزين نكتب بقى 3 ورقات اسبيستوز. طبعا ده عشان يجي سؤال يعني ما ينفعش. هتروح كاتب له ايه؟ برونكوجينيك كارسينوما. هتروح كاتب له ميزوسيليوم. تروح كاتب له ساعات بيعمل بيناين بلورال ديفيوجن، وتروح كاتب له انترستيشن لونج ديزيز. بص هتكتب الكلام قد ايه؟ لو تفتح بقى، انا فاكر اصلا انا في الكوميونت وعمال يكتبوا الاسبيستوس ده، عمال يطص ده وبروكوجينيك ويضرب كلام ونيزيسيليوما مش عارف ايه، الواحد مش فاهم حاجه. تيجي بقى في هو الاسبيستوس بيبقى في مين يا ولاد؟ مين اللي بيتعرض للاسبيستوس؟ اللي هو جماعه بتوع المواد العازله. اي مواد عازله، مواد تعزل الصور، بتعزل الحراره. خلي بالك يعني مثلا زي الناس اللي هم كده ايه، انت ساعات بيبقى مثلا تيجي كده ربنا كرمك بقى ما تتجوز، خلي بالك برضه يا دكتور لازم ما تيجي تجيب الشقه بتاعتك تعرف هي قبلي ولا بحري ولا شرقي ولا ظهري، ولازم تعرف الفرق بين ده وبين ده. هو الشرقي ايه حكايته بالظهر ايه نسبه كده ايه؟ يبقى راجل الدكتور قد الدنيا مش عارف الاتجاهات، مش عارف الشمس بتطلع منين يا لك. وتلاقي ناس محترمه تساله، لا والله ما اعرفش. مش عارف شقته ايه؟ ما اعرفش. تعرف ان هو متخلف على طول. واخد
مريض ازاي؟ ما يعرفش. المهم تيجي انت بقى تروح بتدبس في الدور الاخير. الدور الاخير عليه اوفر والشركه عامله يعني سعر حلو عشان ده اخر دور وهيديك جزء من الروف حاجات. فاقول لك اخد اخد يلا. لا طب الشعب فوق كده مش مشكله. بقول لك بقى وبعدين في ناس عندها كونسيبت بيقول لك اخر دور فيه ميزه حلوه عشان لو حصل زلزال والعماره وقعت ابقى انا فوق. انا نرجع مع اللي تحت. مفيش حاجه هتنزل عليا قوي هيبقى اللي هو سقف واحد مش مشكله. انما في ناس تحت هيتردم. مش هيطلع ده. فالمهم ايه؟ هتلاقي في مشكله في ايه بقى؟ المطر والشمس ضاربه وبالذات هم المفروض اخر الدور ده يبقى فيه نوع من العزل اشتغل عشان الشمس. فانت حاسس ان الشمس الدق عندك جامد والتكييفات مرهقه وهتدفع بقى تكييف كتير. اوكي؟ فانت تعمل ايه؟ والله هتتجه الى شركه بتاعت ايه؟ اللي هي المواد العازله. في شركات كبيره على فكره وتيجي تقول له هيروح شايف شقتك كام متر ويجي فوقيها ويجي يحط لك طبقات معينه من مواد معينه من الاسبستوس بدخانات مختلفه واسعار مختلفه المتر بكذا وحاططها تلاقي الشقه بقت فل. وهكذا صناعه المواد العازله دي كلها اللي بتعمل كده. السيليكا بتبقى صناعه السيراميك تكتب وانزوكال سيراميك والاساس. السيليكا بتعمل انترستيشن لانج ديزيز وبتعمل كمان بتخلي المريض على فكره يجيله تي بي ولو في تي بي مع السيليكا بيقول لك بيحصل ماركت كيزيشن. هو ايه الكيزيشن ده؟ الكيزيشن از اي تايب اوف ميكروزس. ايه يا عم؟ مش الميكروزس انواع اشهر نوع الانفاركشن. الانفاركشن دي تحت بند ايه يا اخويا؟ نيكروز السنة تالت. وفي نوع تاني اسمه كيزيشن لنيكروز ايضا وهكذا. ننزل تحت بقى شوية اكسترنسك الرجيك الفيولايتس اللي هي الفارمر لانج. المثال الشهير مين؟ فارمر لانج. مش مكتوبة فارمر لانج دي ولا مكتوبة؟ اه اللي هو فاكرين قصة القش القش عارفين القش؟ القش اللي هو الهي الفلاح يروح عند الهي القش ده اللي هو بتاع ايه؟ نتاج محصول الارز. فالراجل هناك طبعا تعطيه بقى الناس كده تلاقي في ميه والندى يجي على البتاع ده اهو ومطره فتلاقي الاكتايلومايسيتس تنمو على القش. فيقوم الراجل يروح الغيط يروح مش عارف ايه فطبعا القش ده بيبقى فيه غبار كده والهواء فالراجل ينهيل اكتايلومايسيتس. وبعد ست سبع ساعات من الاكسبوجر يعني الراجل راح الغيط وراح راجع على بعد الظهر كحه والديسبير. بس بص بقى جميل الحظ الملحوظه دي نو بيزي تشيست. طبعا هو ساعات بيضحكوا على الناس في الام اس كيو. بص اقرا كده الاسم اسمها ايه هي المرض اسمه ايه؟ الرجيك بص اسمها ايه؟ اكسترنسك اسمع يعني اكسترنسك الرجيك الفيولايز. يقول لك فيها في الام اس كيو ويزز ما فيهاش. انا واخد بالي من الحته دي. طبعا انت على طول هتروح كاتب ان فيها ويز مش اكسترنسك والرجيك. الله ازاي؟ اللي هو نظام بقى الايه؟ اللي هو بالشبه. لا خلي بالك من ده بيبقى مكيده. اكتب هنا فيها مكيده. من كتر بقى التعرض للقش هيوصل في الاخر لايه الموضوع؟ انترستيشن بالمونري فايبروسس. طب ايه كمان الناس اللي هم بيجي لهم نفس المرض بس مش فلاح؟ مش لازم يبقى فلاح يعني وقش وبس. لا في ناس اللي هم البيرد فانشير اللي هم الناس اللي هم ايه؟ بيرعوا الطيور. والناس اللي هم بيصنعوا ايه؟ بيصنعوا فاكرين البتاع اللي اسمه باجاسوزيس ده؟ باجاسوزيس نسيتوها؟ القصب باجاسوزيس القصب
القصب يا اخويا شوجر كين. القصب بيستخرجوا منه ايه يا ابني؟ سكر. سكر قوي. طب القصب بقى بعد ما يطلع من عند عصير القصب يروح فين؟ بيعملوا منه ايه؟ ورق. بيعملوا منه ايوه ورق وخشب. الخشب اللي هو اسمه ايه؟ البلامين. عارفين خشب البلامين؟ اللي هو اسمه الحبيبي. خشب اسمه الحبيبي، يعني هتلاقي ده حبيبه اهو ده. تلاقي في مكتبه شيك جدا. تسال عليها بكام دي؟ دي ب 20,000. طب ليه كده؟ لا طبعا. انت بقى لسه بتبدا، روح بقى تشوف حد تلاقي مكتبه احلى منها ب 3,000. هيبقى خشب حبيبي. هو الخشب مش خشب يعني. هو بيبقى كام طوب قصب كده بيحطهم في الخشب. بس عشان تبقى كويسه برضه. يقول لك اصل ده خشب بلامين يا فندم. انتوا على فكره ما بتفهموش كده خالص. لا فاهمين طب ولا بره طب. يجي ادينا بنتعلم. طب يا سيدي في كمان اللي هو هيوميديفاير لانج او الهيوميديفايرز اللي هو الاير كونديشنز. خلي بالك الاير كونديشن بس مش ده. ده فريون. في حاجه اسمها اللي هو بيسموه يا جميل اكتب عليه كده باللغه العربيه المبرد او اللي احنا بنسميه التكييف الصحراوي. والتكييف الصحراوي هو بيقوم على عباره عن ايه؟ مواسير ميه داخله خارجه في التكييف ومراوح شغاله. فالهواء يطلع عليه رطب. شفتوا الكلام ده في الصحراء الجرداء ولسه ما زال. بس هو قلبوا بقى الحاجات دي في الحج في السعوديه. تيجي تسافر الحج والحاجات دي بس زمان تلاقي في اماكن فيها تكييف في اليوم وفي تكييف صحراوي. التكييف الصحراوي بيبقى اوبن اير وتفتح الشبابيك وهو يضخ. هو موجود منه دلوقتي في المحلات هنا بدأوا يجيبوا حاجات كده. يبقى في مروحه كده وبعدين بنملى ميه وتدوس فالميه تقعد تلف جوه والهواء يطلع عليه. ممكن يكون فيها اكتينومايسيتس، ممكن ان شاء الله يبقى فيها شويه اميبا، شويه ليجيونيلا بالصراحه. بس عشان ما تفرحش قوي بالجهاز. فرحان قوي ورخيص قوي وبيطري الجو. طب يا عم يعني ربنا يكرمك ان شاء الله. تتفقع ليجيونيلا كده تتعلم الادب. نيجي بعد كده في مشروم. الناس هما في صناعه المشروم موجود. نيجي بقى نشوف اذر اوكيوبيشنال لانج ديزيز الكول وركر دي مش مهمه قوي. وفي البايسينوزيز ما تلغوصش بقى تجاسوزيز ده انترستيشال لانج ديزيز. بايسينوزيس اللي هو صناعه الاوتوم ده كان بيعمل ايه؟ برونكيولايتس وكان بيعمل اوكيوبيشنال ازمة لو تتذكر. وادي بقى قصه الهيموديفاير لاين. كلمه هيب بتاع ده اللي هو اللي بنسميه احنا ايه بقى؟ اللي هو المبرد. هيموديفاير اللي هو المبرد اللي هو مش فريون. مش فريون دي جهاز قد كده اللي هو بقى هناك بقى يقطوا كده ونازل على الارض. تلاقي في جوه ميه كده شغاله ومراحل بتطلع فتلاقي الهواء عامل زي هواء البحر. هواء رطب حلو يعني. بس هو طبعا بقى بينظفوه تنظيف جامد وحاجات زي كده وبتاع. فانت لو انت هتجيب البتاع دي في البيت، في ناس بيحبوا يجيبوا الحاجات دي في بيوتهم اوكي، بس تبقى دايما مراعي نظافه البتاع. بيتنظف وبيتطهر وبتاع، مش تلاقي فيها بلاوي جوه. طب الهيموديفاير فيفر دي بقى اسمها ايه يا جميل؟ بيبقى فيه اميبا. اميبا في الميه. وانت تنهيل الاميبا. انهيليشن للاميبا ما بيعملش مشكله الا جاست كحه وفيفر. كحه وفيفر وتروح بعد كده على طول. فتلاقي الواد سخن وجاله كحه مش عارف ايه. فين واحنا مثلا في حته كده ولا جماعه الحج ولا العمره الناس بقى بيروحوا كده. ممكن يحصل حاجه زي كده. طبعا ساعات بيبقى الحظ سايق وتروح ضاربه معاه ايه؟
ليجونيلا، ليجونيلا هتبقى مشكلة. دي نيمونيا، نيمونيا. اوكي؟ بس بقى انت خدت فكرة عن الكلام. خلينا بقى في الموضوع كويس. يبقى انا دلوقتي لما اجي اذاكر هذا الشابتر انا بصراحة هذاكر ساركويدوزيس. ساركويدوزيس ده جه السنة الأسبوع اللي فات، لا اللي قبله. عندهم احنا الساركويدوزيس شغال عندنا حريقة. بروبلم عادي جدا. طبعا ده موضوع مهم. واحنا قاعدين شغالين كده مع العيال، خلي بالكم ده موضوع مهم يا اولاد. اللي كان بيمتحنوا دور تاني السنه اللي فاتت راح جاي لهم واحنا قاعدين هنا كده. خلي بالك ده موضوع مهم، واكتب عليه المساله المعتقده هذا العام. وهتيجي غالبا في الجامعات التي هي على ضفاف النيل. يعني هتيجي جامعات جامعة القاهرة 6 أكتوبر مصر الدولية. طبعا لو جت مصر 6 أكتوبر مش هيحطوا منطقة. مش هيحطوا منطقة. تلاقي ياي وبتاع ومزهران. طب ساركويدوزيس هي عبارة عن إيه يا دكتور؟ بص إتيز اكتب عليها كده بالعربي، هي بنت عم التيوبركلوزيس، ولاد عم. تيوبركلوزيس ساركويدوزيس. الاثنين شبه بعض، عشان كده أي مسألة ساركويدوزيس يقول لك ديفرنشال تيوبركلوزيس. مسألة تيوبركلوزيس ديفرنشال ساركويدوزيس. على طول شبه بعض. هي نانكيزيتي جرانيولوما. بص بقى جميل، يبقى هو دي بي إيه؟ جرانيولوما، ودي إيه؟ جرانيولوما. بس دي ما فيهاش كيزيشن، يبقى علامة التي بي أن تكون الجرانيولوما كيزيدة، ولقوا إن السبب ديفكت في التي سيل. ديفكت في إيه؟ في التي سيل. ولقوا الناس دول عندهم، بص بقى جميل، ليمفوبينيا، والتي ليمفوسايت عاملة تيشو انفلتريشن. خلي بالكم من الجماعة بتوع الباثولوجي لما بياخد بايوبسي من حاجه بيلاقيها مليانه ليمفوسايتس بيحط في الاعتبار التيوبركلوزيس والسالكولوزيس. يبقى هنا التي ليمفوسايت عملت انفلتريت التيشو وعملت تقل في الدم، والرياكشن نوعه جرانيلوما، ويتش جرانيلوما نون كيزيتي جرانيلوما. وكان فيها كده لو تفتكروا حاجه كده افكرك انا باللفظ ده، سبتوا خدتوا الساركويدوزيس فين اصلا يعني؟ خدتوها فين اساسا؟ فين؟ الباثولوجي في سنه ثالثه عمل حاجه، افتح الكتاب هتلاقيها موجوده. وقالوا لنا ان في خليه مشهوره اسمها لانجهان سيل. وقالوا كان فيها انكلوجن بودي واحد اسمه استيرويد والتاني اسمه شوامان. خلاص كده؟ ده اللي هو كان كلام غريب يا رب. ايه الكلام الغريب ده؟ مش عارف اعمل ايه؟ بس في ناس يعني بص عمال يعمل كده. طيب المهم المرض في النهايه، بص بقى الاميون بروبلم اللي عنده. الراجل ده عنده تي ليمفوسايت فيها ديفكت، يبقى السلم دي الاميون الجنابك بقى. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ عايز حد يقول لي من خلال الايمونولوجي بتاع سنه ثالثه، وانت هتقدر ان انت تجاوبني ان شاء الله. هو التيبر كلين تيست، التيبر كلين تيست لما انا اعمله لواحد وخلاص، واحد كده، واحد ماشي في الشارع، رحت انا اعمله تيبر كلين تيست طلع بوزيتيف، ات مينز ايه؟ انفكشن او ايه؟ فاكسينيشن. بس كده هو ده الموضوع. يعني انت ماشي في الشارع واحده كده زي الفل اهو، مفيش اي عندك اي امراض، فانا حد يعني ضربت في نافوخي ان انا اعمل تيبر كلين تيست، مش لغرض تي بي ولا كلام من ده، له غرض اسمى من هذا. ما هو؟ ايوه، it is a test of T cell او cell mediated immunity. يا واد
تي بي واذ اف ايه. فلما يبقى الدي بي جرين تيست بتاع البوزيتيف ات مينز جود سيل ميديتد اميون. فهمت يابا؟ اخينا الساركويدوزز الدي سيل اخبارها ايه؟ تعبانه. يبقى السيل ميديتد اميونيتي عامله ايه؟ تعبانه. يبقى لو انا عملت له تيبوكلين تيست ماذا يحدث؟ هيطلع نيجاتيف. طب هو طلع نيجاتيف ليه؟ ما تجيش تقول اصل هو ما عندوش تي بي. لا، لان السيل ميديتد اميونيتي تعبانه. اسمها ايه الحكايه دي يابا؟ اسمها انرجي. انرجي مش انرجي. انرجي طلبس هام يعني. انرجي يعني ايه يا كابتن؟ يعني بالبلدي هديك بقى مثال اسهل. واحد عنده اتش اي في، يلا واحد عنده اتش اي في، موافق؟ ممكن يجي له تي بي ولا لا؟ هيجي له. طب اعمل له تيبر كلين تيست نيجاتيف، لان الاميونيتي بتاعته تعبانه. دي اسمها ايه؟ انرجي. اللفظ ده سياده خدته في سنه ثالثه. واضح. بس الكلام كان كتير بقى طبعا، فانت فكت منك. دي معلومه هامه للغايه. بس تيك ا بيتش. طبعا ايه؟ الراجل ده يا اخي عنده تي بي ولا ايه؟ الراجل عنده تي بي. عملت له تيبر كلين تيست طلع نيجاتيف، هو تي بي فعلا؟ بتاع نيجاتيف ولا هو مش تي بي ده يطلع ساركويد؟ ما الساركويد شبه التي بي بالظبط. وساركويد فيها انرجي كده. هو ده الموضوع. طيب نيجي بقى كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر هيحصل ايه؟ اللنج. هيحصل ايه في اللنج يا جميل؟ انترستيشال لنج ديزيز. انظر الاكلاشي. يعني عنده ايه الانترستيشال لنج ديزيز؟ عنده شويه كحه، عنده شويه ديسمي، عنده شويه ايه؟ الحاجات اللي قلنا عليها. جميل؟ الاكسترا بالمونري مانيفستيشن هو ده الموضوع. يعني هو الساركود اصله ايه الساركود يا ابني؟ سيستمك ديزيز يا حبيبي. فتلاقي المريض هيجي له حاجات تانية بقى. الحاجات التانية هي دي بقى اللي هتخلي المسألة سخنة. هيجي له ايه بقى يا جميل؟ الهارت كارديومايوبس. صح؟ خدناها دي فين؟ الكارديولوجي اللي انا قلتها. ليفر وسبرين يكبروا والليمف نود تكبر يبقى جنراليز ليمفاديموز. العين يوفيايتس. فاكرين بتوع رمد علمونا حاجه؟ بتوع رمد قال لك ايه؟ خلي بالك الريد اي اسبابها كسره. في الكونجكتيفايتس اللي هي الكونجكتيفا، وفي الكيراتايتس، وفي الجلوكوما، وفي مش عارف ايه. دي حاجات رمد. وفي يوفيايتس. اليوفيايتس سام تايمز بتبقى رمد، لكنها في الاغلب بتريفليكت اندرلاينج سيستميك ديزيز. اه ده واحد منهم. الباقيين بقى عارف كلهم فين؟ فورماتولوجي. جايين بقى سيرو نيجاتيف ارثروبا سي اند سو اون. يعني انا ممكن اجيب لك بروبلم ريد اي. ريد اي بس ميديسن وكانت عينه حمراء. والدكتور كشف عليه قال يوفيايتس. تقدر تقول لي ايه الميديكال كونديشن اللي بتعمل كده؟ امال ايه؟ طيب اللاكريمال جلاند، هي اللاكريمال جلاند ميديال ولا لاترال؟ تبقى لاترال. فتلاقي الواحد يجي لك ايه؟ بص يا دكتور تلاقي عنده الحته دي وارمه كده هنا كده. يا ابني الحته الوارمه دي لاكريمال جلاند بتتاثر المرض ده. خد عندك بقى كمان بيجي لهم. خلي بالك بقى دي احنا خدناها فين دي؟ مش فاكر يا ربي. الجرانيلوما. قلت لكم هذه الجمله عاشقه. اساربيدوزز عاشقه للبوستيريور بتوتري جلاند. بتعمل دايابيتس انسيبيدس. كتبنا البروبلم بايدينا على الشمال. اكتب البروبلم مره ثانيه. البروبلم دي
اصل بروبلمز زي ما قلت لك ايه، هي مجموعه من الافكار على مستوى العالم كله معروفين، بس كل يعني كل واحد على قد مقاسه. يعني دايما البكريوس يعني بيبقى دي مقاسه، وانت هتنبسط من حاجه. ما تيجي تخش ماجستير هتلاقي البكالوريوس والماجستير ما بيختلفوش كتير، الاثنين اولموست ذا سيم، بس الماستر بتاع كمان سنه كمان شويه زقل فوق شويه، انما الدكتوراه الجاب كبيره جدا. ده حاجه وده حاجه تانيه، يعني ده موضوع موضوع تاني عشان تعرف يعني ايه دكتوراه. الدكتوراه ده حاجه كبيره قوي، لازم تبقى جامد قوي، وبالذات الدكتوراه المصريه. الدكتوراه المصريه طبعا هي يقولوا مش عارف ايه، الدكتوراه المصري اللي بياخد ام دي في مصر ده بيطلع عين امه عشان ما ياخدهاش كده، مش عارف يعني يطلع عين امه، وهم بيتعمدوا يسقطوا الناس. يقول لك الولد ده كويس قوي لازم يصعد. طب ليه؟ قول لي ليه؟ ايوه عشان ينشف. الواد ده شاطر هيبقى حاجه حلوه، سقطه كمان مره عشان يذاكر كمان مره هيبقى كده. في ناس انفعلت فبوظ. صلح بتاعي اهو. اكتب على الشمال patient presented في chronic cough، بيكح. يعني ايه بيكح؟ يعني عنده كحة مستمرة ودسنيا ونقط. يبقى هو بيرميلي ايه؟ بيرميلي مرض في فريتشيس. وبعدين هي ديفلوب بوليوريا وبوليديبسيا. سيبه بقى كده هنجرب كده، بس حاسس بس اهم حاجه ما يقعش على حد، ما تقعدش بقى تحتيه يا دكتور، يعني برضه يعني خايفين على دماغك يا ابني فيها معلومات كتير. قبل كده ماشي لكن دلوقتي لا. ديفلوب بوليوريا بوليديبسيا يعني ايه؟ والبلاد شوجر نور، يعني هو ديابيتس مش مليتس. فهنا العلاقه ما بين امراض الصدر والديابيتس انسيبيدس، هما هنا عاشقين هنا لمين؟ لسربيدوز. طبعا برضه هيروح بيديك بقى واحده on examination هيلاقوا في ليفر سبلين لينفون. الله الله يا سلام. نفسي بقى المساله دي بقى ايه تلبس عندكم ان شاء الله. اروح ماجر مركب امشي بيها في النيل ونقعد بقى نطبل، عارفين الناس اللي بتطبل في المراكب دي؟ الناس اللي همك دول نعمل زيهم. في كمان بقى حاجه مهمه جدا، الكالسيوم بيعلى. الكالسيوم بقى يا اولاد ليه؟ هقول لك حاجه عجيبه، الماكروفاج او بيقولوا يعني ما هو المرض ده انفلاماتوري، فالماكروفاج فيه بتطلع ماده غريبه شبه فيتامين دي، ايه رايك؟ امر غريب، بتطلع ماده شبه الاكتف كمان فيتامين دي. عشان كده الساركويدوز بتعمل هايبرانسيميا. كل دي بقى معلومات بقى. ساركويدوز تيبركلين تيست بوزيتيف، تيبركلين تيست نيجاتيف. فيها هيباسوريو نيجاتيف ممكن تيجي بقى. بص ممكن يقول لك ايه، هو مش عايز يقول لك دابيتس انسيبيدس، ممكن تيجي بريزنتد بوليوريا بوليديبسيا. ايوه
كنا واخد بالي منه. سيرم كالسيوم يبقى له؟ لا سيرم كالسيوم هاي. خلي بالك بقى خريج معلم بس كده. المربع ده تسيبه مش مهم. مش لازم تبقى احسن. كلينيكال ايه؟ الانفستيجيشن. بس انا وانا براجع هقول لان عشنا ده. البتاع بقى ايه؟ بص بقى جايب انا عايز ارسم لك واحده اشعه زي دي كده بس ايه الليمف نود لتحت شويه. اعمل لي دي على الشمال يا ابني عشان دي بروبلم متكرره. لان هو ما هو الميديسن؟ هي مشاكل الطبيب قادر على حلها ان شاء الله. مشكلتك ايه يا ابراهيم؟ احل. مش هي موضوعات بتتحفظ؟ كفايه بقى ارحمونا بقى. بص ده ايه المنظر ده؟ ميديا سباينال لينف نود وفيها فيستونينج ابيرانس. طبعا تعرفين الليمف نود دايما لما تكبر في حته بتبقى فيها فيستونينج كده، لان هي الليمف نود شفتوها؟ هي الليمف نود عباره عن ايه؟ بتبقى حاجه لوبيوليتد كده، الليمف نود بطبيعتها انت ركبتها كده. تلاقي شابه كده فتكتب تحت دي ايه؟ ميديا سباينال لينف نود. يبقى اول مره راجل يقول لك ميديا سباينال لينف نود تروح حاطط لي تحت الرسمه دي ثلاثه. ثلاثة ورا بعض على طول. ساركويدوزيس مين تاني؟ خلاص انا موافق. تيوبركلوزيس ايوه والتالتة لازم تقولها لي من الجراحة. لينفوما يا دكتور. خلي بالك ده هو هيطلع لا تي بي لا لينفوما لا ساركويد. مش هتبقى صورة. وعملنا له اكس راي تشيست طلع ميديا سباينال لينف نود. يا ترى انت شايف ايه الديفرنشال دايجنوز؟ روح مديله دولار. ادي الاكس راي بيقولوا هي فيها جريدز يعني انا مش مهم يعني بيقول لك ايه مش لازم 1 2 3 4 مش لازم الكلام ده اقول له بس ايرلي هيبقى نورمال شويه هيبقى ميلياري شادو بعد الميلياري شادو هيبقى ايه هو الاول اظن في الميديا سالن يبقى اول حاجه نورمال وبعدين ميديا ريشادو مش كده ولا ايه لينف نود الاول مش كده وبعدين انترستيشيال وبعد كده ايه اللي بيحصل بقى في اللينف نود؟ اللينف نود بتختفي في الاخر ليه؟ بيحصل ايه؟ اقول يا دكتور بص يا دكتور هناك قاعده في الفصول لو تحب تكتبها كده قول جرانيومز هيلز باي فايبرز يعني قاعده شكل دايما تلاقي السركويد هتلاقي فيها فايبروزز تي بي فايبروزز ومين اللي عاشق للفايبرس تيشو كانسر يبقى جاي عليه شاب ايه طيب ادي الشكل بعد كده بقى اللي حصل في الديسيجن يا راجل بقى ما يتنكش في السيركويتس الاورال وانت قلت له تلاقي الراجل بقى يقول لك طب وايه كمان بقى نعمل؟ بص تقول له ايه؟ سيرم كالسيوم برافو عليك طب ايه كمان؟ في بقى بص يا دكتور البلاد جاز اخبارها ايه؟ المرض ده ايه؟ ديفيوجن ديفكت انترستيشن ما فيها انفوكسي طب ايه رايك بقى في مره ولد برضه كان راجل مسكه فلاقي الواد شاطر ما شاء الله بس ايه هو ساعات لما يبقى شاطر قوي وبيجاوب حاجه حلوه زي دي تلاقيه برضه هو ممكن يسند معاك يقول لك لا يا راجل ده طب كذا هو مبسوط منه فالمهم قال له ايه طب بص بقى في انزايم بيعلى في سايكلوز لو قلته انا بص هديك 49 من 50 انا خلاص كرهت هديك 50 لو قلت لي البتاع دي فبصراحة بنص يا ربي مش 49 فانت تقول له فهو عايز ايه بقى فالوقت طبعا يقول له ايه قاعد يضرب كل الالتزامات اللي في اس جي او تي اس جي بي تي لاكتك مش عارف ايه سيكل مفيش لازم تبقى عارف كونفيرتنج انزايم عارفين الكونفيرتنج انزايم اللي في البايو
بيعلى في السارتويدوزز وبيقول عليه بيدل على ديزيز اكتيفيتي. تيور جرين تيست اخبارها ايه؟ بص معموله بالبولد ازاي عشان سيادتك تبقى واخد بالك. انرجي دي حاجه مهمه جدا. ممكن بقى اعمل ايه يا دكتور؟ اللي هو ترانس برونكيال بايوبسي هلاقي ايه؟ نان كيزيتنج جرانيلوما. طب وايه كمان بقى؟ برونكو الفولار لافاج بتلاقي الاوتبوت فلويد فيها ليمفوسايتس. انا بقول لك العيال اتصدموا لما جالهم السارتويد. بس هو طبعا هو ده موضوع مهم. طبعا مكتوب بقى عندك في بتاع اسمه فاين تيست، ده مش مهم الفاين تيست ده خلاص. وفي الاخر انا كاتب لك اهو عامل ميديا سبان للليمف نود. العلاج كورتيزون. ومش لازم حتى الانديكيشن، يقول لك لو جاله يو في اي تيست لو جاله يا عم كورتيزون وخلاص. طب بتدوا الكورتيزون ازاي؟ قولوا لي بقى يلا. فول دوز ستيرويد اللي هي كام؟ 1 مللي جرام برينيزون بير كي جي بير داي. طب ولما يتحسن في خلال شهر شهرين هيتحسن ازاي كلينيكال وبايوكيميكال؟ هلاقي كل الانفستيجيشن بقى كويس. على فكره احلى انفستيجيشن كونفيرتيكال تايم، لان هو بيشخص بيعرف الاكتيفيتي وبينفع في الفولو اب. كونفيرتنج انزايم قل، كونفيرتنج انزايم اختفى، احنا ماشيين حلو قوي واخد بالك. وبعدين لو ما نفعش العلاج اديله ايه بقى؟ جميل، نزود بقى ازا سايبرين، سايكلوفوسفامايد، سايكلوسبور. بالتالي ده موجود مش كده الكلام ده؟ المربع اللي تحت حط عليه دماغ، اكتب دماغ مش ناقصين، يعني كلام بقى علم وبتاع والبروجنوزز. بروجنوز حلو على فكره. اكتب على السربيدوزز، اكتب على عنوان ان هو مرض، مرض مش وحش. اكتب كده واكتب خير ان شاء الله طرفك للناس. ليه واحد كده يقول لك في مرض السركويد ده؟ انا اخويا عنده مرض اسمه بيقولوا سركويد واتحجز وبتاع. فتلاقي العيله بتعمل كده. طب يا عم ان شاء الله خير. ما في امراض بتبقى الترجمه بتاعتها ما لهاش ترجمه عربي. اخر صفحه في الانترستيشن لانج ديزيز تحصيل حاصل. تحصيل حاصل. يبقى يلا انا عايزكم تقولوا لي كده، هسال دلوقتي امتحان مفاجئ. امتحان مفاجئ. السركيدوزز بتعمل ايه في الهارت؟ بتعمل ايه في الكالسيوم؟ ليه؟ الاي بتعمل ايه يا ولد؟ ريد اي. كلامك ريد اي سؤال مهم. هو مش سؤال ريد اي، يقول لك هو كان عنده ريد اي. فيقول لك هو ليه عنده ريد اي؟ يقول لي ريد اي. ايه الانزايم اللي ما بيعلاش؟ لو عملنا برونكو البولار لافاج ايه السيل اللي هتطلع؟ ليمفوسايت. كيبر كريم تيست يا عم الحاج ايه؟ نيجاتيف. اسمها ايه اخر فاضل؟ انرجي. ليه؟ السيل. ده انا في حته نسيتها مهمه يا خرابي. ادي ده السؤال ده. استنى بس، انتوا خدتوا الفيشل نيرف باراليسيس ولا لا؟ خدتوه؟ طب هاجي بقى على السؤال. هتلاقي مكتوب عندك في النيورولوجيكال مانيفستيشن، هتلاقي جمله ملفته ولا انسى هذا اليوم ابدا. بايلاترال فيشيال نيرف باراليسيس. طبعا دي تحط تحتها خط احمر وتكتب كلمه دي، ده كلام ملفت. يعني فيشيال نيرف بايلاترال. تروح كاتب على الشمال بقى السؤال. يا سلام السؤال ده دي والله قلته مش عايز اقول لك من سنين طويله يا جلا. راح تخيش بعدها والله يا دكتور مفيش سنه او سنتين.
اقسم بالله قعدت ارقص في ابدان العباس. لبست جلابيه مقطعه وقعدت ارقص من فرحتي. ريحت قوي ليه بقى؟ لان انا قصيت عمال تقعد تبص كده. طيب ترى فيش من فارس ايه ده؟ حاجه بنت كلبه قوي يعني. الناحيتين هي فيها ميزه. ايه الميزه؟ ان وشي يبقى سيمتريك. الثاني يعمل كده. طب يلا اكتب بقى الكوزز. ايه الاسباب؟ عايز حد يقول الاسباب. طبعا هتقولوا ساركيدوز غيره بقى. انا عايز كمان سببين بس. ها ما سمعتوش حاجه خالص؟ ما فيش. قولي بايلاترال بيلز بوكسي. عارفين البيلز بوكسي؟ بيجي ساعات بايلاترال. اثنين جوان باري سندروم. اكتب كده جي كده جوان جي بس باري. طبعا سمعت عنه في الاطفال ولا ما حصلش؟ زي الاستاذ دي بيت ايه؟ ما شاء الله انت هنا من بدري. كويس. انا بقول عايزين العنوان برضه مش عايز اتعب. مش حاجة. انت بس ايه تجيبي لي الاكل وانا ايه؟ قول الكلمتين. جوان بريد. وايه كمان يا ولا؟ مالتوبول اسكيليوزيس. يبقى واحد عنده بايلاترال فيشيال نيرف باراليزيس. السؤال ده يا ابني لما جه. خيش مرة. ايه؟ مالتوبول اسكليروز. طيب في برضه حاجه في السكن اسمها مش مهمه قوي. حاجه اسمها لوبس بيرمي. شو هذا؟ هات بقى اخر صفحه انترستيشن لانج ديزيز بقى اللي هو ايه يا دكتور؟ يقول لك اذا كان الانترستيشن لانج ديزيز. يلا استاذ يلا استاذ قولي لي الكوزز اوف انترستيشن لانج ديزيز. قلناهم ايوه سيليكوزز اسبستوز اوكيوبيشن غيره كولاجين ديزيز لوبس انكلوزين ساركيدوزز. مفيش ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. هيبقى ايديوباثيك. فين بقى الفكره؟ ايديوباثيك او بيسموه كريبتوجينيك فايبروزين انديولايتس. المرض ده كانوا بيسموه زمان هامان ريتش سندروم. اكتب ان ده الاسم القديم. هامان ده واحد وريتش واحد تاني. هما الاثنين. فطبعا زي ما تقول ما بقوش بيدفعوا للكتب فشلوا اساميهم. الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت از بيفور. مش هتلاقي فيهم جديد. يعني واحد جاي لك بنسمة وكحه وتلاقي جود كلابين ونفس الكلام. احنا قلنا الاعراض كانت ايه؟ دسمية ومعاها ايه؟ خمسه سي الكوف والساينوزز والفورمالمونال والبريبيتيشن مش كده؟ والكلابين كل ده موجود. وبرضه الانفستيجيشن كنا بنعمل اكس راي بنعمل لانج بايوبسي وبرونكو الفرار لاباش ومش عارف ايه. وفي الاخر هنديله العلاج الكورتيزون واليمينوسبريشن. بس يقولوا ان المرض ده الايديوباثيك ده بيقولوا عليه وحش. باد برونكوس. طبعا النهايه بتاعت الناس دي بتبقى اما ريسبيراتوري فيلير او فور بلمونري. ده كان جزء انترستيشن لانج ديزيز. في كمان عندنا لا 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 خلي الكيبي بقى ده المره اللي جايه عشان احنا صار شيء عشان الكيبي عايز دماغ. ايوه لا كده اوه سليب ابنيا. شويه حاجات بسيطه اوه
في بي انتوا بقى بيقولوا الخميس خميس فاضي وبكرة مش عايزين. انا عندي اقتراح، بس لو انا هعمل كده انا كنت عشان اشرح ليه رؤيتكم، لو انتوا اتفقتوا معايا على الخميس انا موافق اللي هو بكره، بس بكره بقى نعمل ايه؟ هبدل الحصص عشان اجيب لكم الورق اللي له اناتوم معايا جاهز. يعني بكره راح مديكم تي بي، والسبت والحد هو اللي يبقى له اناتوم. ينفع؟ ولا في ناس مش موافقين؟ مسافر السلامة ان شاء الله. نعمل لها معلين. ليه؟ ليه بقى؟ ليه تي بي؟ بكرة مش في راوند بكرة؟ اشرح حاجة.